حالكم مرة تانية. يمكن ده تقرير خاص بهذه المباراة، مباراة النصر والأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن. خلينا نروح سريعا لاستاد القاهرة وزميلنا محمد سعيد، طبعا أجواء ما قبل المباراة. اتفضل يا محمد. خير كابتن محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بضيفاك الكريمين الكابتن ربيع ياسين والكابتن شريف عبد المنعم هنا من استاد القاهره. ومباراه النصر والاهلي هي مباراه مؤجله من الاسبوع الثامن في الدوري العام، واستعداد خاص لفريق النادي الاهلي في هذه المرحله الهامه من عمر مسابقه الدوري العام، خاصه وان هذه المباراه هي مباراه مؤجله. الثلاث نقاط هامه للجهاز الفني لتضييق الخناق في صداره الجدول والاقتراب في المنافسه على الصداره امام فريق الاسماعيلي، خاصه وان الفوز على النصر ثم الفوز على المقاولين في المباريات المؤجله سيصعب أو سيذهب بالأهلي إلى صدارة الجدول بفارق نقطتين عن فريق النادي الإسماعيلي. الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري أعلن التشكيل الخاص بمباراة اليوم أمام فريق النصر، حيث يبدأ الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف وعلي معلول، خط الوسط الارتكاز هشام محمد وعمر السلية، أمامهم أحمد حمدي ووليد سليمان وأحمد حمودي، وفي الهجوم وليد أزارو. على دكة البدلاء إسلام محارب، مؤمن زكريا، أحمد عادل، عبد المنعم، مروان محسن، وميدو جابر، محمد هاني، وأحمد الشيخ. إذا خرج من قائمة المباراة أحمد ياسر ريان، وايضا باكا وباسم علي والحارس المرمى الصاعد مصطفى طارق. يمكن هذه المباراه هي مباراه فريق النادي النصر، لذلك اضطر طبعا الفريق النادي الاهلي الى تغيير لون التيشيرت والزي الرسمي، حيث سيرتدي الاهلي الزي الازرق الكامل، بينما فريق النصر سيرتدي زيه الاساسي هو التيشيرت الاحمر والشورت الابيض، خاصه ان مباراه النصر، وبالتالي على الفريق الضيف ان يغير التيشيرت. وتم الاتفاق هذا الامر داخل غرفه الحكام مع حكم المباراه الكابتن محمد عادل، سيرتدي الاهلي الزي الازرق بالكامل. حتى كمان غرف الملابس تم تغيير طبعا وضع كل فريق في غرفه الملابس الخاصه به، فالاهلي كما هو المعتاد عندما يدخل الى استاد القاهره بياخد غرفه الملابس جهه اليسار، لكن طبعا فريق النصر وصاحب الملعب والمباراه فالاهلي خد الجهه اليمنى وهي كانت الجهه على فريق الضيف. استعداد جيد جدا بالنسبه للجهاز الفني في هذه المباراه، والاستعداد كان على اكثر من محور. المحور الاول هو تجهيز عدد من اللاعبين في هذه المرحله الهامه واراحه العدد، خاصه وان هناك مباريات مهمه جدا، مباراه القمه امام الزمالك ومباراه السوبر امام المصري، وبالتالي الجهاز الفني فضل انه يريح عبد الله السعيد، فضل انه يعطي اجازه لجونيور اجاي عشان يكون جاهز ان شاء الله للمباريات القادمه. ايضا النهارده بيدي فرصه لاحمد حمدي في التشكيله الاساسيه، هشام محمد بيعود للتشكيله الاساسيه بعد غياب لفتره طويله، لكن في المراكز الاساسيه في الجبهه اليمنى واليسرى احمد فتحي وعلي معلول في اماكنهم بشكل ثابت، ووليد سنان بيبدا في التشكيل الاساسي، وايضا وليد ازارو بيعود طبعا بشكل اساسي في خط الهجوم. و ابرز مفاجاه اليوم او ابرز اعلان القائمه اليوم اختيار مروان محسن، مروان محسن يعود الى التشكيله او اختيار قائمه المباراه بعد غياب اكثر من حوالي 325 يوم. كانت فتره غياب مروان محسن خلال الفتره الاخيره منذ اصابته مع المنتخب الوطني في مباريات الامم الافريقيه في الجابون في اوائل شهر فبراير من هذا او من العام الماضي، فبالتالي مروان محسن بيزين قائمه فريق النادي الاهلي هذه المره بعد غياب 325 يوم عن المباريات المحليه لفريق النادي الاهلي. والكابتن حسام حرص على المحاضره الاخيره ان يتحدث مع اللاعبين عن الفوز بالثلاث نقاط لا بديل لمواصله الانتصارات بعد الفوز على بتروجيت، وسيكون فوز معنوي واستعداد جيد لمباراه القمه امام نادي الزمالك. تلك هي الاجواء، تلك هي الصوره هنا من استاد القاهره قبل نزول الفريقين لاداء عمليات الاحماء. حتى استاد القاهره في هذه اللحظات بيستعد ايضا للتجهيز للمباراه، ما زالت الاضواء خافته نوعا ما في استاد القاهرة. الجهاز الفني كما أرى في الصورة الكابتن سند الحفيظ والكابتن محمد أبو العيلة نزلوا إلى أرضية الملعب، بيشوفوا أرضية الملعب بشكل جيد، خاصة أن الأهلي دايما بيعتمد على رش أرضية الملعب في المباريات حتى يكون هناك سهولة في أداء أو تنفيذ الكرة في الملعب بشكل عام. لكن نستعد خلال الساعات أو خلال الدقائق القليلة القادمة لنزول الفريقين لأداء عمليات الإحماء، والكابتن محمد عادل حكم المباراة ما زال داخل غرفة الحكام بيستتبع أو بيتابع تشكيلات الفريقين والاستعداد، وهناك محاضرة خاصة بينه وبين الحكام المساعدين والحكم الخامس الذي سيكون على طرفي المرميين خلال الفترة القادمة استعدادا لهذه المباراة. إليك الكلمة كابتن محمد فاروق، إذا كان لديك أي استفسارات أخرى بخصوص مباراة الأهلي والنصر وهي مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن في الدوري العام.